أهلا بكم مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامجكم صحافة الغد، واللي بنتناول فيه بالقراءة والتعقيب أهم العناوين والمانشيتات بالإضافة لمقالات الرأي والأخبار الصادرة في صحف ومجلات الغد. النهاردة معاكم مشاهدينا هنطالع العدد الجديد من جريدة المصري اليوم، ويسعدني أن يصحبني في هذه الجولة الصحفية الكاتب الصحفي بجريدة المصري اليوم الأستاذ أكرم عبد الرحيم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ حنان، أهلا بك أستاذ المشاهدين. أهلا بحضرتك أستاذ أكرم. يعني الحقيقة معنا موضوعات كتير مختلفة ومتنوعة، أخبار كتير بيتصدرها مشاهدينا، متابعات لآخر جلسات ومناقشات مجلس النواب، كمان هنطمن معاكم على أبنائنا وبناتنا من طلاب الثانوية العامة مع أداء تاني يوم من امتحانات الثانوية العامة، كمان معنا أخبار متنوعة تخص الشأن المحلي ومتابعات للوزارات المختلفة زي ما عودناكم، معنا متابعة لوزارة الزراعة، متابعة لآخر نشاط ومستجدات وزارة الصحة وكمان وزارة البترول. لكن خلونا نستهل جولتنا الصحفية من صدر الصفحة الأولى ونتابع مستجدات جلسات مجلس النواب. المانشيت الرئيسي في الخبر بيقول البرلمان يوافق نهائيا على الموازنة العامة ويرفع حد الإعفاء الضريبي، فرض رسم تنمية على رخص القيادة وإقامة الأجانب والمحمول. يعني أستاذ أكرم، من العناوين نتعرف من حضرتك على التفاصيل. طبعا كانت في عدة جلسات لمجلس النواب عن الموازنة العامة للدولة، ودي استغرقت عدة جلسات. كان أهم قراراتها هي مراعاة حدود الدخل، الجزء الأهم الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية وخطة التنمية الاجتماعية، والنظر إلى الأجور وزيادة الأجور. وفعلا في الميزانية الأخيرة 18-19 تم الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية وخطة التنمية الاجتماعية ل 2018-2019، تمخض عنها الموافقة على الزيادة في الأجور بمعدلات معينة. هو رفع العلاوة الاستثنائية للموظفي الدولة حوالي 40%، وعدل الحقيقة خبر مبشر لكل المشاهدين. نعم نعم، هي يعتبر خبر مبشر قبل أيام من عيد الفطر المبارك، وده يعتبر خبر سعيد بالنسبة للمصريين جميعا. طب لو تكلمنا أستاذ أكرم عن النقطة الثانية الخاصة برسم التنمية على رخص القيادة والمحمول وإقامة الأجانب، عايزين حضرتك توضح لنا النقطة دي. هو قبيل هذه النقطة هو تحدث عن الأجور وقال أن بدل الأجور ارتفع من 266 مليار جنيه إلى 270 مليار إلى جانب الإضافة إلى المنح والمزايا، برضو رفع الحد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 8000 جنيه بدل من 7200، تحدث عن ضرورة الموافقة على الرسوم الرخص السلاح، لأن يعني لابد من تقنين الحاملي السلاح، لابد من تجديد الرخص، لابد من تجديد القيادات برضو النظر إليها كل فترة، امتحانات القيادة ورخص السلاح، جوازات السفر، الأجانب الموجودين في مصر دول لابد أن يكون لهم قانون معين لضبط إقامة الأجانب طبعا، لأن ده كله تكون تحت نظر ومرآة الدولة. طبعا أنا بأرعى شؤون الأجانب في مصر، فلابد أن أرعى برضو ضرورة أن يتواءم ذلك مع الأحوال الاقتصادية في البلد، عليهم أن هم بيسددوا الضرائب الإقامة، بيسددوا الضرائب الأخرى ما يستلزم. برضو كل من يقتني سلاح برضو عليه أن برضو في حالة تجديد السلاح أو في حالة استخراج السلاح، ده كله بيخضع إلى مؤشرات معينة، خاصة في ظل ما عانينا فيه في خلال الفترة الماضية من إرهاب. فلابد أن تنظر الدولة ووزارة الداخلية إلى ذلك بعين الاعتبار برضو. طيب وإحنا بنتكلم عن البرلمان، خلينا نشوف مع حضرتك ومع سادة المشاهدين جانب آخر من الجلسات والمناقشات مشاهدينا بنتابعها من الصفحة رقم 5. الخبر بيقول البرلمان يرفض تعديل الخدمة المدنية لتعيين أقارب أصحاب المعاشات المبكرة. يعني خلينا نقول قراءة حضرتك الصحفية للخبر ده. هو كان النائب أحمد مديان كان طلب تعديل أحكام القانون للمادة رقم 81 في 2016، وطلب بالضبط تعديل المادتين 12 و14 من قانون الخدمة المدنية، وده اللي كان بيقول أن أي حد
من المواطنين إذا بلغ سن 50 سنة وعايز يسوي المعاش بتاعه، فيجب إنه هو يا إما بيسويه عند سن 50 وبياخد قيمة المعاش ده كاملة والترقية بتاعته، أو بيتم تعيين أحد أقارب الدرجة الأولى يعني إذا كان ابنه أو ما إلى ذلك في مكانه. طبعا ده تم رفضه، لأن تم رفضه من الدكتور علي بعال وقال ده هذا لا يخضع لعدم دستورية هذا القرار، وقال ان ده هيبقى يعني ده مش هيوفر يعني المساواة بين الجميع، هيبقى في بالتأكيد في خلل نتيجة تعيين أقارب من الدرجة الأولى بدل منه، ده هيخلق نوع من انواع الخلل الوظيفي. ده تحدث عنه الدكتور علي عبد العال وقال ان اضافه فقره جديده للماده 70 من قانون رقم 81 ده هيبقى فيه استثناء معين لما تحدثوا عنه، وتم رفض هذا القانون او رفض هذا القرار لانه راى انه الدكتور علي عبد العال راى ان عدم جدوى هذا هذه الفقره لانها سوف تكون فقره غير دستوريه. ثم تحدث بعد كده الموافقة على عدة اقتراحات تانية، منها اللي ده كله كان بتعرضه لجنة الشكاوي والتظلمات. طب نقدر نقول انه قانون الخدمة المدنية يمكن يعني طموحات كتير قوي من المواطنين تجاه هذا القانون بتتمنى انه يوفرها هذا القانون، يعني تحديدا اصحاب المعاشات المبكرة، يعني هل القانون ما قدرش يوفر لهم اللي هم عايزينه او ردود الفعل من رفض البرلمان هذا؟ لا، هو يعني برضو راعى نقطة أصحاب المعاشات وزيادة المعاشات خلال الفترة اللي فاتت، ومجلس الشعب برضو تحدث عن النقطة دي وكذا مرة وقال احنا يعني بنجتهد لرفع أصحاب المعاشات خاصة ان هم أدوا ما عليهم، ولكن هو نقطة تعيين أحد أقارب ابنه أو ما إلى ذلك أو أقارب الدرجة الأولى سوف يحدث خلل في النقطة دي، ولكن قانون الخدمة المدنية سوف طبعا بيكون ليه أثر إيجابي سليم جدا جدا وأثر كبير خلال الفترة المقبلة، احنا هنشعر به في خلال الفترة المقبلة وبعد سنوات من تطبيقه، ولكن أصحاب المعاشات أنا في اعتقادي إن هم كل ما تبقى فيه زيادة في المعاش بتاعهم افتكر ده يعني هيوفر ضعف مرضي اكثر خاصه دي يعني بعض الى اضافه الى بعض المزايا مثلا من تذكره القطارات والمترو وما الى ذلك والصحه، ده كله ده يعني ده يعتبر بالنسبه لهم اضافه ليهم، وده بالتأكيد هيسعدهم خلال الفترة المقبلة. أكيد. طيب خلينا نطمن على أبنائنا وبناتنا من طلاب الثانوية العامة، والنهاردة مع تاني يوم من أيام الامتحانات، الحقيقة الامتحانات لحد دلوقتي مرت بسلاسة، الخبر ده بنطلعه من الصفحة رقم 2، تقرير كامل أفردته جريدة المصري اليوم حول امتحانات الثانوية العامة، الخبر أو التقرير عنوانه بيقول ارتياح طلاب الثانوية لسهولة الاقتصاد وال الإحصاء، السيطرة على شغب وعنف في لجنة بكفر الشيخ والنجاح في العينة العشوائية العربي 95%. يعني خلينا نبدأ بآخر جزئية، هي جزئية مهمة جدا ويمكن مفرحة للطلاب، يعني 95% قراءتك للرقم ده؟ ده طبعا في امتحان العربي اللي كان امبارح تم تصحيح حوالي 28,000 عينة، منها نسبة النجاح اللي فيها بلغت حوالي 26,000 عينة بنسبة 95% عن العام اللي فات اللي كان حوالي 93%، مما يؤكد ان السنة دي برضو الممتحنين او لجنة الامتحانات راعوا ظروف الطلاب وراعوا ان هم بيمتحنوا في ظل شهر رمضان الكريم، فنسبة النجاح كانت عالية، الى جانب لم نرصد اي شكاوى من امتحانات اللغة العربية اللي احنا بنشوفها كل سنة ان هي امتحانات طويلة او فيها بعض جزئيات صعبة. لكن برضو النهاردة رغم ان الارتياح الكبير اللي كان في الاقتصاد واللي كان في الاحصاء انا اعتقد ان هو يعني ده مبشر طيب للطلاب، او مادتين عدوا بسلاسة وبخير إن لم يكن يتخللها بعض الغش يعني الفردي في بعض اللجان، مثلا زي في سوهاج مثلا كان في حوالي 3 طلاب حاولوا يغشوا بالموبايل بعد نص الوقت وما إلى ذلك. طب خلينا نقول إلى أي مدى نجحت وزارة التربية والتعليم هذا العام وعلى رأسها طبعا الأجهزة الأمنية المعنية بتأمين امتحانات الثانوية العامة، يعني حتى الآن ما شفناش حالات غش زي ما بنشوف في كل عام حالات غش كتير.
تحملت الأجهزة الأمنية عبء كبير في تأمين الامتحانات هذا العام، إلى جانب نجاح وزارة التربية والتعليم في خروج الامتحان أو الامتحانات بهذا المظهر اللائق. لم تظهر أي حالات غش إلا حوالي 10 حالات، وده تعتبر يعني جزء يسير جدا لم يذكر، لبعض الطلاب عن طريق استخدام الهاتف المحمول بعد نص الوقت. وطبعا تم إغلاق 10 صفحات من مواقع الغش الإلكتروني لبعض الطلاب، منها كانت 3 طلاب في سوهاج، وكانت في حالة شغب تم السيطرة عليها في كفر الشيخ، إلى جانب أن في طالبة برضو كانت في الأليوبية كانت خرجت بورقة الامتحان ورجعت تاني وقالت أن هي نسيت، فطبعا تم تحضير محضر بده. طبعا الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم قال يعني ان الوزاره وفرت كافه الامكانيات للطلاب لاداء الطلاب في جو من الهدوء ومن الراحه النفسيه، لانهم هم راعوا زي ما قلت لحضرتك ظروف شهر رمضان المبارك وفصل الصيف وما الى ذلك. ده يمكن طيب خلينا في استمرار متابعتنا للشأن المحلي وأخبارنا المختلفة، هنتابع معاكم إزالة التعديات، ومش بس التعديات كمان المباني المخالفة على أراضي الدولة. الخبر ده بنطلعه من الصفحة 4، تصريحات الحقيقة لمحافظ الإسكندرية بشأن المباني المخالفة، قال فيها: انعدام الضمير يسهل البناء المخالف. محافظ الإسكندرية أمام النواب: إزالة 27 فيلا مخالفة بكينج ماريوت، وما عندناش المليجي ولا فريد شوقي. يعني تأكيدات من محافظ إسكندرية أنه مفيش واسطة أو محسوبية لأي حد بيخالف القانون. تحدثنا أكثر من مرة في المصري اليوم عن المباني المخالفة في الإسكندرية، لأن أنا في اعتقادي أن الإسكندرية تعتبر يعني من أكثر المحافظات فيها مخالفات بالنسبة للبناء اللي تمت في غياب من القانون خلال السنوات الماضية. تحدث المحافظ في اجتماع لجنة الإدارة المحلية عن ضوابط إزالة المباني المخالفة، وشدد على ضرورة إزالة هذه المباني والحد من المخالفات، وقال احنا فعلا استطعنا ان احنا نسيطر على المخالفات بنسبة حوالي 95% وماشيين في الطريق. ولكن هو المحافظ قال نحن نحتاج الى روح القانون، نحن نحتاج الى قانون مصالحة. انا برضو تحدثت في هذا المكان عن اكثر من مرة، لا بد من مجلس الشعب يناقش قانون البناء عموما، الشقق المغلقة، المباني المخالفة في المحافظات، القانون الإيجارات القديمة، قانون المصالحة، دي كلها لابد من مجلس الشعب. عايزة نظرة من مجلس الشعب إلى المباني المخالفة في المحافظات، عن التعدي على أراضي الدولة، على الإعدام الضمير من مسؤولي الحي في بعض المحافظات. ده هو اللي بيخلق العمارات المخالفة أو الشقق المخالفة أو الأماكن المخالفة. طب احنا بنشوف تعديات ومباني مخالفة كتير، مش بس في محافظة الإسكندرية، كمان بنشوف في محافظات مختلفة على رأسها طبعا محافظة القاهرة. هل هيتم النظر أو تعتبر دي خطوة من الدولة لخطوات تالية ليها من إزالة التعديات والمباني المخالفة؟ هذا يحتاج إلى تشريع، يحتاج إلى قانون، يحتاج إلى عدة جلسات من مجلس الشعب تتناقش فيها المشكلة بشكل واضح وكبير جدا 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 عن المباني المخالفة. ليس في الإسكندرية بس، نحن نسمع عن مئات وألاف القتلى من المباني المخالفة، بس كانت أكثرها كانت من الإسكندرية اللي كانت تجينا، أكثر الأرقام وأكثر العمارات المنهارة، وإحنا شفنا العام الماضي وما إلى ذلك وقبله في أكثر من عمارة، وعمارات الميلة وعمارات المنهارة، ده اللي بتنشأ وبتطلع في ظل الغياب الغير مسؤول من بعض الموظفين طبعا وتقاضي الرشوة وما إلى ذلك. هيطلع المبنى هذا المخالف، الباقع ضحية لده كله هم السكان أو قاطني هذه المساكن، خاصة أنه هو المحافظ شدد على 27 فيلا دولة وقال طبعا لابد من ضرورة إزالة هذه الفيلات لأنها فعلا فيلات مخالفة، وأنا لن أتوانى عن هدم أي مبنى مخالف. أنا أعتقد ده يمكن تصريح جميل جدا من المحافظة الإسكندرية، وأتمنى أن يحظوا كافة المحافظين برضو حظ محافظة الإسكندرية، ولكن في النهاية أتمنى أن قانون المصالحة يطلع في مجلس الشعب، والنظر إلى أن ده يعتبر صداع
في الجزء في المباني طيب. القديمة والسكان في خلال من الفترات الماضية إلى أكيد. الآن. طيب خلينا نتابع أخبار الوزارات المختلفة زي ما عودناكم مشاهدينا، هنتابع معاكم آخر مستجدات أخبار وزارة الزراعة. الخبر ده بنطلعه من الصفحة 3، بيقول الزراعة تعلن نجاح منظومة تقاوي القمح الجديدة. البنا في تصريح: تشجيع الاستثمار في إنتاج اللقاحات البيطرية وإعداد خطة لتطوير صناعتها. يعني على طول موسم القمح هو موسم فرح للفلاح المصري، مع نجاح منظومة القمح الجديدة يعني يمكن كللت نجاح وفرحة الفلاح. لن تتقدم مصر إلا بالتنمية والبحث العلمي. أنا دائما أشدد على البحث العلمي، لأن البحث العلمي هو قاطرة التنمية. ده اللي نتج عنه التعليم والبحث العلمي والصحة، دي المنظومة المتكاملة في مصر. طبعا الزراعة عن طريق المراكز البحثية المنتشرة في مصر استطاعت ان هي من خلال التجارب الماضية استطاعت ان هي بتعمل تجربة القمح المتطور ده. منظومة تقوي القمح الحديثة استطاعت من خلالها اللي طبقتها في عدة محافظات، الأول طبقتها في المراكز البحثية الخاصة بيها، وانتجت اصناف زي جيزه 77، زي سوتس، زي مثلا جميزه، زي ما الى ذلك. دي عن طريق دي نتائج سنوات من البحث العلمي في المراكز البحثيه والمركز القومي للبحوث. واحنا عندنا دائما باشدد، احنا عندنا اساتذه في هذه المراكز من افضل الاساتذه على مستوى العالم. استطاعوا في خلال التجربه التي طبقت على 455 الف فدان في مناطق الشرقيه وفي المنيا وفي شرق العوينات وفي الشرقية برضو، استطاعت ان هم توفر او تؤدي هذه الاصناف الجديدة الى زيادة تراوحت ما بين 29 الى 33% في المنيا وشرق العوينات، وتراوحت ما بين 15 الى 20% في الدهلية والشرقية. طبعا دي نسبة عالية جدا نسبة جدا جدا كبيرة طبعا جدا وتعتبر حاجة مفرحة أكيد طبعا. طيب يعني وإحنا بنتابع استعدادات وزارة الصحة تحديدا مشاهدينا لاستقبال موسم الحج، ونحن على مشارف موسم الحج كل عام وحضراتكم بخير. الخبر أفردته جريدة المصري اليوم من الصفحة 4، بيقول وزير الصحة يبحث الخطة النهائية للحج، شوقي قرعة اختيار البعثة الطبية غدا. يعني كل سنة وكل المشاهدين بخير. موسم الحج، يعني شايف ازاي استعدادات وزارة الصحة لاستقبال موسم الحج هذا العام؟ طبعا ليست استعدادات وزارة الصحة فقط، ولكن كافة الوزارات، منها وزارة الداخلية، منها وزارة السياحة، منها كافة الوزارات في مصر، لان بيشكل هذا الموسم موسم فرح لكافة المصريين. الدكتور احمد عماد راضي وزير الصحة كان اجتمع مع الدكتور محمد شوقي اللي هو رئيس البعثة الحج هذا العام أو رئيس البعثة الطبية، وكان معهم الدكتور علاء عيد برضه رئيس الطب الوقائي، وقال احنا نجحنا في ميكنة إدارة الشؤون البعثة، بحيث ان كل شيء ان الحج هيحمل كارت معين في يده عن طريق صورة كده هيبقى فيها التاريخ المرضي بتاع الحج، الأدوية اللي بيتعاطاها، الفترة المعينة، البيانات الشخصية بتاعته، إلى جانب إن هم برضو دشنوا موقع للحج للاستفسار عن أي شيء في للحج، يعني إذا كان بيعاني من أمراض مزمنة، إذا كان مثلا عايز يحمل معه أدوية معينة، برضو عن طريق الإفادة عن الأماكن المقدسة وكيفية أدائها، برضو البعثة الطبية اللي حددت ده كله. طيب خلينا نختتم جولتنا الصحفية لمزيد من الأخبار والمتابعات. تفقد وزير البترول لمجمع سيدي كرير، الخبر ده بنطلعه من الصفحة 5، بيقول وزير البترول يتفقد مجمع سيدي كرير لمتابعة تنفيذ مشروعات بواحد واثنين من عشرة مليار دولار. المهندس طارق الملا طبعا في تصريح: المشروع الجديد يساهم في الاستغلال الأمثل لمشتقات البترول. يعني خلينا نقول أهمية هذه المشروعات الكبيرة اللي بنلاحظها في الأيام والفترة الأخيرة من اكتشافات بترولية وغازية جديدة للاقتصاد المصري. طبعا وزارة البترول من الوزارات الرائدة ومن الوزارات التي لا تثني جهدا في عمليات التطوير وعمليات الاكتشافات اللي احنا شفناها خلال السنوات الماضيه وما زالت مستمره. وقال ان النهارده وزير البترول كان تفقد في اكثر من مصنع تفقده في منطقه سيدي كرير،
وقال في مصنعين اللي هم هيطلعوا في خلال الفتره اللي جايه بتاع البرولين والبولي برولين باستثمارات تصل الى 1.2 مليار جنيه، ودي كل مصنع سوف ينتج حوالي 500 الف طن. الاولاني هينتج حوالي 500 الف طن، والثاني هينتج حوالي 450 الف طن، وده للاستفاده من تعظيم القيمه المضافه، من تطوير المصنع، من زياده عمليه الانتاج، الاستفاده من مشتقات الغاز الطبيعي، سد حاجه السوق المحلي ثم التصدير خلال الفتره اللي فاتت. برضو تحدث عن توفير البروبان كاحد مشتقات الغاز، لان ده قبل كده ما كناش احنا نستفيد بيه، بدات برضو الاستفاده فيه، وبدا بدل من تصديره ان احنا بنطلع منه مشتقات اقتصاديه كانت هائله. وده اصلا كان بيطلع من الصحراء الغربيه بالضبط، اللي كانت مسؤوله عنه هي شركه جاسكو، وده يتم عن طريق طرح مناقصه عالميه سوف تتم خلال الفتره المقبله، وان شاء الله ده هيبقى لها عائد اقتصادي كبير جدا جدا. اكيد برضو احنا في انتظار بالطبع هذا العائد وهذه المشروعات الكبرى فيما يتعلق بالبترول ومشتقاته المختلفه. مشاهدينا بكده تكون خلصت جولتنا الصحفيه مع حضراتكم، بشكر فيها ضيفي الكريم الكاتب الصحفي بجريدة المصري اليوم الأستاذ أكرم عبد الرحيم، شرفتنا يا فندم. أشكرك يا أستاذ حنان. كذلك مشاهدينا الشكر أيضا موصول لحضراتكم، تابعونا غدا مزيد من الأخبار والعناوين والمانشطات في صحافة الغد. إلى اللقاء.